للغناء الآلي المغربي. أنا بالفعل عشت فترة طويلة في المغرب، السبعة ديالي كله من زمان كيفاش لقينا ومغروبة وشبين وبينو وعديد من الأغاني وطنية وأغاني. لكن من مشيت للقاهرة، أنا أقام في القاهرة، وكيف قلت من بأن صناعة الأغنية كانت موجودة في مصر، المغرب كانت الأشياء كلها كانت محدودة في وقتها، ما كانش هناك إمكانيات باش أي موهبة، بدليل أنه مجموعة المطربين المغاربة كلهم جربوا حطهم في القاهرة، ما فيهم عبد الهادي بالخياط، ما فيهم عبد الهادي بالكريم، ما فيهم جميع المطربين وقتها مشاو القاهرة، لكن أنا كنت استمريت أكثر والبلد اللي كان موجود فيها كي قلنا بأن صناعة الأغنية وصناعة الفن هي موجودة فيها. الآن أصبح كيف قلنا العولمة والسوشيال ميديا والقنوات فتحت على بعضها، فالمسألة بقت أسهل، بحيث لو كان هذه الإمكانيات كانت موجودة في بداياتي كانت المسألة تكون أسهل بالنسبة لي، وكان غادي يكون التواصل أكثر مع الأغنية. ودائما سنة بعد سنة وحكم تواجدي في مصر بشكل مستمر، فخلاني أنني بعدت شوية عن الأغنية المغربية. لكن لما الأشياء أصبحت أسهل، ماشي حتى كيف الأغنية المغربية ولات كما يقال، لا، لما أصبحت الأشياء أسهل لأن الظروف اختلفت، لأن الأشياء بالنسبة لي أصبحت أسهل. الناس لما بتعمل أغنية في المغرب تتكلم بنفس الدقيقة كتسمع برا، وأصبح حتى معرفة اللهجات أصبح بالنسبة للأشياء الجديدة أصبح أسهل. من قبل كنا كنغني مغربي في أي مكان تقول الأغنية زوينة ولكن ما فاهمين والو، الأغنية زوينة ولكن ما فاهمين حتى شي حاجة. دونك الآن حتى بالنسبة للهجة المغربية أصبح حتى لو دارك السوشيال ميديا ولو الناس عندهم دائما أشنو قالتي تفهم، تحاولوا أنهم يفهموا اللهجة أكثر، فأصبح المسألة إلى حد كبير أسهل. هذا هو السبب الوحيد. يعني أنا كإنسان عندي طموح، وطفلة أو صبية عندي طموح أن يكون أن صوتي يوصلوا لأكبر عدد من الناس. كان بالنسبة لي توجهي القاهرة كان حتمي، بحيث المغرب كان شبه مستحيل قادر أسافر بحكم الطموح ديالي كبير، وبحكم أنني ما كنتش قادر أنني نقرا إيمان متقاوكا في مكان واحد.